المستقبل بقى عليه 3 حاجات، انه اصغاء واصغاء واصغاء، listening ثم listening ثم listening. حلو، كل واحده وراها حاجه. انا بصغي مش بسمع، يعني بسمع هو اللي يجي، لكن اصغاء في انتباه، في اهتمام، يا ريت يبقى عيني في عين اللي بيتكلم، ولو طفل يبقى ايدي في ايده وعيني في عينه، يحس ان انا كلي معاه وانا بسمع. كتير قوي بيكون اهم حاجه في التواصل ان الاقي حد يسمعني باهتمام. الحته الثانيه اني افهم اللي بيقوله او ما وراء اللي بيقوله بلغته هو مش بلغتي انا. يعني لما ابني يقول حاجه بالنسبه له هو غير بالنسبه لي انا، جوزي عنده حاجه مهمه بالنسبه له غير غيري، فان انا اسمعه بتفهم لشخصيته، لطريقته، للغته. الحاجه الثالثه مهمه قوي بالذات مع الستات والاطفال، ان المشاعر يترد عليها مشاعر، اني اسمع باحساس، احس بيتكلم. فاوقات يبقى اللي بيتكلم عنده مشاعر وانا ارد بمنطق او بنصيحه، الرجاله بيقعوا فيها ما يوصلش، لكن المشاعر يترد عليها مشاعر الاول. زي ايه؟ يعني زي ما مراتي جايه من الشغل تعبانه ومتضايقه من مواصلاته، وانا تعبت وانا ارهقت والدنيا كانت حر والسواق كان وحش، فالراجل يرد على المشاعر التعبانه دي كلها ومنطق، ما انا قلت لك ما تشتغليش، ما تقعدي. طب هي مش ده القرار دلوقتي اشتغل ولا لا؟ انا تعبانه محتاجه اللي يطبطب عليا او يريحني، قد كده انت تعبتي، معلش النهارده كان يوم متعب، طب اقعدي واعمل لك لومونات، اي كلمه تريح او تفهم، لكن ادي نصايح والوم ده ما لازم. وانا بسمع ما فيش لوم، فيش ادانه، ما فيش الاقي له حل ونصيحه. بالنسبه للستات مش مستنيين حل، هم عارفين الحل، عايزين اللي يسمعهم ويحس بيهم ويقدر اللي بيتقال بانتباه.